خلاص بلاش تقفقف، خلاص خلصت اهو. اديني جاهزه. ايه ده؟ ايه الشياكه دي؟ حلو بجد؟ مش هينفع تنزلي معايا على فكره. بتكلم جد، انت عارفاني انا معروف يعني وكده، ما ينفعش في رايحه وجايه يقولوا لي خد ياض يا ابن الموزه. ودي تفرق معاك في حاجه؟ لا طبعا. هغير عليك. هغير عليك. ودي كمان انت ودي كمان. بعدين تعالي هنا. ايه اللي انت لابساه ده؟ واحنا رايحين نتعشى في البيت ولا رايحين حفله؟ ولا ده كله عشان عم يحيى احتمال يطب علينا؟ ادهم وبعدين معاك. لا هو على حركة النسوان. نسوان؟ مش هي نسوان، احلى نسوان. تصدقي يا حياة انا ندمان من ساعة ما عرفت انك امي. ليه الادب؟ انت عارف لو قلت كلمة نسوان دي تاني انا هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هضربك على بقك. النسوان قال مش ممكن. لبسني. احنا كده هنتأخر على فكرة. بس يلا. بتلبسي ازاي؟ بنت الحيوانات اللي احنا ماشيين فيها. دي شنطة طبعا. لو عملت كده تاني حلف اديك حتة قلم على وشك.